بعدا لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يسمح لهم هاد الناس، ما عرفناش ربي واش سامحهم ولا ما يسامحهم. اسمح لي اخويا، ترى الناس كيشوفوا دابا المسؤولين تما كيشوفوا كيشوفوا المسؤولين على السوق هذا، كيشوفوا فيديو ديجا درت عليه فيديو. صورت معك انا نيت، صورت معايا انك عاد ثاني كنرجع عندك، هذاك راه خدموا فيه. انا ثاني كنرجع عندك، غير جيت الطبيب عاد ثلاثه الليل المسؤولين، خاص الطبيب عاوتاني عاود يرجع. ولكن دابا كيخرج لك شي فميك طوموبيل صاحبي كتجي دي 200 دجاجه، با 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 والله الا 200 وربي بالعيل هذه ميته. ويلي هذا عنده حديقه هذا والله الا 200 توجي توقف معايا، شي توقف معايا نهار واحد تماك يا رب لك من الباب، من الباب الميكات اللي كيخرجوا. اذا مشاهدي قناه شوف تيف، مرحبا بكم معنا في هذا البث العاجل والخطير. صراحه تفاصيل صادمه كنا خرجناها، وكان اول واحد صورها هو الشخص هذا صراحه اللي ظهر بوجه مكشوف، وقال لك انني انا دوزت الحبس وما نقدرش ندير هذا الشيء اللي كيديروا هاد المجرمين. فعلا هذوك هما المجرمين ديال بصح اللي كيعطيو الناس الدجاج الضحيه والدجاج الميت، دجاج فيه الامراض. صراحه الامور خطيره خطيره بزاف. شوف اول شيء عطينا هذا الفيديو غنبدا به، هو الاول هذا الفيديو هذا. لا 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 ناري ناري هذا باش كاين صاحب الطوموبيلات كيجي 200 والله الا 300 غادي يسحب محمديه اخويا الروبي محمديه كنكون واقف تماك كنسمع والله الا كتسمع كيعيطوني في التليفونات عندهم نوال والله الا كليا كيعيط ليه اليوم باش غدي يوجد ليه. با 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 شوف 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 من تيزوم على الدجاج بعد اللي بريجو يقول لك كاين مسؤول. يا الدجاجه بريشا هي غتجي. شوف 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 كومبيان 5 درهم هذا شوف الدجاجه ب 100 ريال. قالت لها واش تاكليه؟ قالت لك ماشي سوقك. قالت لك ماشي سوقك زعما فهمت على دابا هذه دخلناك بالله شغل. با 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 شوف 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 زيدك هذا زيدك هذا زيدك نوريو المشاهدين هاد العجب هذا اللي واقع في سوق جملة للدواجن. شوف انني انا دوزت السجن والحمد لله عفا عليا الله، ولكن هادشي اللي كيديروا المجرمين راه داكشي اللي كنشوفو بعدا من المارشي والله العظيم يوميا كنمشي تماك، ما كنبيع الحوايج ونشري في شي حوايج كنبيع ونشري كنترزق الله مع الدراري تماك حبابي وكذا وصحابنا، كنجي كن ضروري يوميا كنصور فيديو كنشوف العجب متعجب والله ما نكذب عليكم اخواتي المشاهدين واخوتي المشاهدين المغاربه داخل المغرب وخارج المغرب. كيخلع هادشي راه كيخلع، راك شو الفيديو كيدير البرامل برامل واش داخل المارشي دخلناك والله كاين شي مسؤول من داخل برميل برامل كنهضروش على الطوموبيلات، فين هما المسؤولين اللي كيوقفوا حدا الباب ديال الطوموبيلات؟ فين هو الطبيب؟ الدجاجه هذا واش الطوموبيل كتجي 200؟ واش هذا عنده حديقه هذه الحيوان؟ كيشوف واحد عنده سناكات اقسم بالله يدي التجميد يومين راه كيدوز محد المسؤولين اللي مراقبين تماك المارش، يدي التجميد حتى اللي مراقب المارش تماك مالو باغي يتكسر باغي يدور تماك ما باغي والو باغي التدويره باغي كتسي تريح بيرو وتتوصلك المامنه ديالك علاش تصدع عندنا تقدر علينا هكا وهكا. هادشي انتوما كتعرفوه خوتي المغاربه هذاك المارش ديال الدجاج في الكرو اللي في كازا اللي في كازا المارش الدجاج ديال الكرو اللي في كازا. شنو اللي واقع تما خويا؟ اش واقع؟ واش نقول لك؟ ترى كي نقول لك ترى ما عرفتش حنا مسلمين اشهد ولا اله محمد رسول الله. دخلت تماك الدجاج راك شفت اخوتي المشاهدين شفت كلشي بعينيكم، ما عندي بزاف ديال الفيديوهات انا والله ما نكذب عليك بالله الا كنصور كيضرني خاطري. علاش بغيت تهضر في هادشي؟ انا هادشي اش بغيت نهضر؟ ما ربما على داكشي اللي كنت كندير من شحال هادي ربي كيصيفط فيا اش كيخبر الدونو ديالي كاع ما كتحضر الناس ما والو كنتاجر مخدرات الناس كنحضر الناس كتشوف بعينيك. شنو بغيت تقول للمواطنين؟ واش باقا الثقه ولا ما باقاش؟ بغيت نقول للمواطن اقسم بالله العلي العظيم وانا عندي وليد حرموا عليا الله اقسم بالله العلي العظيم الى انسان كيجي كيدي 300 دجاجه 200 دجاجه ميته. هذا افريق هذا المغاربه ديالنا اغلبيه الاقليم كيجي يدي بزاف هو ديال المحمديه. المحمديه كيديو الدجاج بزاف ميت. كاين المراقبين المراقبه كاينه غير فاش في الصنك الصنك كيدخل راك انتم عارفين ما بقاوش نكرروا المغاربه راه هي بلاصه فيها هوك وهوك بلا ما نقوم يعني مقابلين الصنك شي هوكا وشي هوكا شي في البيرو شي في الجيب هذه الاولى.
وناسين ان داكشي اللي كيتلاح راه كيبينوا داك الوالي ديال المراقبه ديال زبل حاجاكم وخوتي المغاربه كيبينوا له واحد 100 ولا 200 واحد راه كدانتي يصوروا دخل تشوف تما تشوف العجب اي واحد يدخل تما كيدير كاميرا يصور العجب كيدخل كيجبد لهم واحد 100 دجاج ولا 200 دجاجه كيصوروا فيها وصيفطوا له هانتي زعما هو الدجاج اللي ميت اليوم او دخل الفران كيبينوا له الفران شاعل حنكي راه الفران حتى راه 200 وحده كيداها واحد 200 وحده كيديها واحد. انا بغيت ندخل انا بغيت شي مسؤول يدخل يشوف يدير راسه مواطن عادي يدخل يشوف والله العلي العظيم لا ديك المارشي لا حول ولا قوه الناس شنو كياكلوا كنقولوا المرض النينجا المرض النينجا انا باقي نوريك شي فيديوهات اخرين ديال القفز الشيء كيدير المرض هو نشوفوا ناري انا هادشي كنرسمو ناري هادشي خطير هادشي ماشي راه الناس ما كيخافوش الله هاد الناس ما كيخافوش الله انا عارف الفلوس واخر الزين باغي الفلوس وناسين خنعك بالله دابا بيني وبينكم هذا لا هذا انا ماشي حكم دوي ولا درني الشوع عباد الله ضربتك الغير على الناس بزاف نكذب عليك تابي خير الحمد لله كنخسر مليون في النار انا لكن ضربتك الغير كنخسر مليون في النار دابا كنخسر 1000 ريال في النار بخير فبارك اخويا الحلال زين صحيح دابا كذاب على زين با 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 وجي نوريك الشيء نوريك ترى الشيء تخبوا انت حتى كتشوف اسمع شوف مرحبا ويجي سواتي هادشي اللي قلبي ليتي انا مقصود بالله العظيم هادشي هاد الشهرين اسمع غاتسمع لقاتهم غاديين ب لا غيبيع على الدجاج شوف اسمع غادي سرقاتهم لا ما زدينش بوجه مالوش بغيت سرقاتو على قول بيع على الدجاج ميت بيع على الدجاج ميت بيع على الدجاج مريض كيفاش كيتجاج بعد زين باعوا لها داتوا الماكينة لقاتوا كله زرق من الداخل لقاتوا كله زرق كله زرق جاك الشيء صرفاتو باع لا الله واش هاد الناس هادو ما كيخافوش الله خويا العزيز اقسم بالله العظيم شنو نقول لك انا الله يسمح لي على الكلمة اللي نقول كيبان لي هاد الدراري الصغار اللي عدوا من عامين حتى 10 سنين 12 عام واحد الفئة أخرى عمرية كبيرة وما كيخافوا الله وما داك الشيء اللي في المارشي أغلبية اللي ما كيخافوش الله هما هادوك المسؤولين اللي كاينين تما مسؤولين ما كنعممش على المسؤولين كاملين لا حاج المال شي وحدين كاينين بعد المسؤولين تماك كنطلب من انا كنطلب من الوالي مهيدية كنطلب من الوالي بالمهيدية الله يطول لنا في عمره الصراحة ديال انا مواطن عادي وكنقول انا ما كنتش عمري يجي يراقب انا ما عمرتش كنتجا شي حاجة نهضر على القانون وشي حاجة كنت كنتباعد على القانون بزيد نغزة كي تكون عندك نحاس الى من بعد الحبس كيكون هربان منك ولكن مشيت للواقع وشي دراجة اللي سيطوني سيدنا لهاد البلاد هذا ما نكذبش عليك اقسم بالله كنكون ندور كنشوف الدنيا غدا وكتنقى غدا وكتزيان غدا وكتزيان سيدنا نورها الله ينورنا وينا وطول لنا في عمره وفي العلو ولكن هاد الناس هادو اللي ما دايرينش خدمتهم هاد الناس اللي ما دايرينش خدمتهم كنطلب من الوالي كنناشدو من هنا هاد الوالي اللي بغيتو يخدم في هادشي انت راه كاين مزالينا تماك ما حاولوش يسكتوك انا انا رغاوي شي فيديوهات شي فيديوهات فيهم بين بغي يدبروا عليا شي صوره وصوت هدوك بالقاتل هدوك بغي يضربوني شي واحد يخرجوا لي فاص واحد قال لي انا طايحه مع البزنازه وانا كنطالب من شي واحد مسؤول كبير عيط عليا مرحبا توري كل شيء قال لي انا طيح مع بزنازه واعرين انا قال لي هادشي ديال الدجاج خذ ما في الطعام اقسم بالله العلي العظيم وحسب عليا الله بغي يخلع وانا نقول له شي واحد كلمات واخا نعرف نموت نحضر الناس انا ما عمري في حياتي خفت عرفتي متى وليت كنخاف وليت كنشوف بعيني حيت انا دابا الساهي باش كنشوف هذاك الشيء ديال الماركر وليت كنخاف وكنغيرو نغيرو باش ما كان الحال باش ما كان الحال وي بغيت سوا بغي يقتلوني سوا يديروا لي شي حاجه لعيبه يسيطوني للحبس ولكن بردات الوالدين داكشي ديال الحبس بعدش عليا انا راسي الحمد لله الحمد لله ونشكرك ملي كتقلع على حلال وكنطالب وكناشد كناشد الوالي مهيدية يتدخل في هادشي ديال المارشي ديال الدجاج واللي قالوا لي في كازا راه نايضه فيه كيما نقول لك نايضه فيه تبزنيس من الاخر الناس اللي مقابلينو تماك مقابلين كيشوفوا ويوميا كاين جبيبان واحد كيدخلوا منه الناس كيتحط حدا طروبيلات كاين واحد اخر انا اللي ما فهمتش هو انه كان خرج ذاك المدير وكذب قال لهم لي راه هادشي غير كذوب وهاد الفيديوهات شنو هما؟ وانا بطبيعه الحال نقول لك هذا هو الدليل تكلم سعادة المدير وانا نقول لك علاش وداروا ترى بغا يديروا بيا الرد شي الفيديو الاولاني طحت في مشاكل وتهديد وكذا وكيتشي ما كنخافش منه كنخاف من الله سبحانه وتعالى انا في عمري 44 راسك عندك واحد الاجر كبير وانا هادشي اللي بغينا حضرتي الناس وهادشي اللي بغينا خويا تخناك بالله شنو يدي معايا بنادم راه يدي معايا شبر وربا وانا اصلا ما كنخاف ما عمري في حياتي خفت علاش
عطاني الله واحد ماشي نقول قوه ولا كذا، عطاني الله واحد غريزه انا هكذا الحمد لله شكرا احمد الله ونشكر. شنو تبغي تقول الناس؟ انا كنبغي اخر كلمه تقولها حداو راسهم ما بقاوش ياكلوا الدجاج. ماشي نقول لكم ما بقاوش ياكلوا الدجاج سيفه، ولكن عرفوا راسكم بعد ما غتاكلوا. كاينه يعرف الشكي ياخذ، يعرف شكي ياخذ دجاجه اللي زاد واحد 3 دراهم هي ياخذ دجاجه مزيان، ما تخلعكش 21 درهم. وكاين دجاج كيتباع ب 1000 فرانك، وشي بلايص كيتباع فيهم دجاج ما خصهمش يتباع، خصهم يتباعوا لداخل. والمدبا اللي بغيت نقول لك انا حق المسؤولين اللي كاينين تماك، كاين بعد واحدين خصني اللي انا كناشد من الناس المسؤولين، كاين بعد واحد الوحدين تماك كما كنقولوها سبيرات. اسبوعه. اسبوعه علاش؟ كي بغينا نعيشوا صحاب كيحيدوا لي الدجاج صحاب تخرج العينين. ودابا راه دار عندهم شي واحد غدا وقال لهم كذا وكذا، قال لهم لا رتشي راه ما كاينش. علاش؟ كاين عصابات تما اغلبيه، واحد كيما قلت واحد فئه كيجيو مقرقبين يوميا. مقرقبين كيديو دجاج مزز ما يخدم الساعي باش الله يسمح لي، والله اقسم بالله العظيم قلت لي الرياشه إنسان. انه واحد كيتشمكر وكيذبح الدجاج. عرفتي دخلت وجيت السلاق راه يضرب الانسان غيضروا راسه، بعدا جيت السلاق غيضروا راسه. حاجه وحده اللي كتبان لي انا زوينه وفيها المراقبه اللي شتها مده، دابا انا خدمت في المارشي واحد مده عام ودابا انا 3 شهور ما بقيتش خدام فيه، وحاجه اللي عليها المراقبه مزيان ما نكذبش عليكم اخوت اقسم بالله العظيم هي ديال بيبي. بيبي عليه المراقبه. علاش؟ المراقبه ديال بيبي الشريكه ومقابله معاهم الكاميرات، ودابا كاين داير واحد الكاميرا تما على قبل الدجاج ميت. ديكور. تبارك الله الناس ديال البيضاء والناس اللي الناس ديال البيضاء والحراره كما كنقولوا اللي باغي البلاد ديالنا تبقى غاده زوينه كيشكروك وكيقول لك مثل ما انا كنهضر عليهم العموميين ديالي الله يرحم لك الوالدين. ولكن حاجه واحده اللي باقا خصك تخدمها استاذ، خدمتي غادي كتبني كتحيد علينا داك الشيء ديال كما كنقولوا عشوائي باقيك عشوائي واحد خايب. وسوق الدواجي. وسوق الدواجي عرفتي علاش؟ فيه المضره بزاف من ناحيه الذات ديال الانسان. انسان راه كنتمنى تشوف حتى الفيديو وتشوف هذوك الناس افارقه اش كيديروا تماك يومين. افارقه. افريقي كيجي كيخسر 500 درهم 600 درهم ديال الدجاج يومين. وبغيت هادشي تشوفوه ملي كانت الكاميرا خدامات. كاين الكاميرات يعني كاين شي مسؤول اللي غيجي يرد الكاميرا ديما نهار دايرهم لدابا. غنشوف اغلبيه العواز اللي كيدوا ميكات برامج. فاشو ما وشو. اقسم بالله العظيم كاينين طوموبيلات كيجيو كيديروا كانار كيجي معاه شي مشحال كريم كيقول عندي الكلاب، حتى عندي الكلاب غادي ب 200 حشومه. حشومه. وهادشي اللي خوتي المغاربه اللي عليا انا راني كنوصلو كيبقى الكمال عليكم انتم. انا اقسم بالله العظيم وانا غنسالي غنطلع نبات حدا ولادي، بغيت نبات ما نسمع، بغيت نشوف الامنيه في ولدي. انا والله ما كنتشامش، انا والله ما كنتشامش واحد ولا كيقول لي شي واحد شي حاجه ولا كناكل شي حاجه باش بنادم ما عقلاش. واش كناكل شي حاجه اخرى من غير الخبز والمرقه؟ داكشي كناكل معاه داكشي دوزتو شحال هذيك داكشي ديال الدوخه راه ديخرا دبروا عليه شي وحدين. اقسم بالله العظيم ما ندي معايا شبر وربع الا عطيني شي واحد.